مرحبا الأستاذ محمد رمين، أشرفتم كمرصد على مراقبة الانتخابات. مبدئيا ما هو هذا المرصد؟ الأهداف وآليات العمل؟ المرصد جاء وليدا لمؤتمر للتناوب السلمي على السلطة نظمه وتنظيم من أجل موريتانيا في بداية هذا العام. هذا المؤتمر نظمناه هنا في نواكشوط بحضور أحزاب سياسية، نقابات، مجتمع مدني، شخصيات مستقلة والشباب، وكانت في 5 ورشات: ورشة عن الانتخابات التي نعيشها الآن، وورشة عن الديمقراطية والجيش، ورشة عن الشباب ودوره في الديمقراطية، ورشة عن محاربة الفساد، ورشة عن تحسين أداء الأحزاب السياسية. المشاركون في هذا المؤتمر قدموا جملة توصيات، كان من بين التوصيات المطالبة بتأسيس مرصد لمراقبة الانتخابات، وقد التزمنا في التنظيم بتأسيس هذا المرصد. من هنا ولد المرصد. خلال إشرافكم على مراقبة الانتخابات، كيف كان علاقتكم بهيئات الإشراف في الهيئة الانتخابية وكذلك المترشحين؟ نحن علاقتنا كانت باللجنة المستقلة للانتخابات كمعنية أولى بهذه العملية الانتخابية. قدمنا لهم مقترحا للتعاون، بروتوكول اتفاق، ووقعوا معنا بمقترحاتنا التي قدمنا لهم، وجدنا تعاملا مقبولا من طرف اللجنة. أيضا من المترشحين 6 وجدنا أيضا منهم تعاملا، قدمنا لهم ميثاق شرف انتخابي، عرضنا عليهم ليوقعوا على هذا الميثاق. 5 منهم وقعوا وقبلوا ببنود هذا الميثاق، ونظمنا مؤتمر صحفي لإشراك الرأي العام وشهاده بأن المرشحون وقعوا على هذه البنود، ونحن تابعنا مدى التزامهم بهذه البنود خلال الحملة الانتخابية. على ذكر الميثاق، هل حقق الأهداف المرجوة منه سلفا؟ الميثاق حقق بعض الأهداف. أعتقد أن خطاب المرشحين كان خطابا على المستوى، لم نسمع تجريح، لم نسمع لغة غير مناسبة بالنسبة لخطابات المترشحين. صحيح أن الحملات وبعض الفاعلين في حملات المترشحين ربما يتجاوزنا في بعض الأحيان الحدود، لكن على مستوى المترشحين 5 كانت خطابات جيدة، خطابات سياسية، خطابات مقبولة، وكانت خالية إلى حد ما من هذه الخطابات التي كنا نشهد. هناك بعض الاختلالات التي حدثت ونحن نبهنا المترشحين عليها، أيضا هو من خلال المبادرات ذات الطابع القبلي والعرقي أو الشراحي. نحن قلنا للمترشحين أن كل واحد منهم يتقدم للجمهورية الإسلامية الموريتانية ولكل المواطنين، ويجب أن لا يكون مرشح جهة أو قبيلة أو كذا، يجب أن يكون مرشحا لكل الموريتانيين ويخاطب كل الموريتانيين. هناك حدثت بعض الاختلالات ونبهنا عليها، المبادرات القبلية التي شاهدتموها وكذا. خلال حضوركم الميداني، كيف ترون المراقبة في بعديها الدولي والوطني؟ هناك فعلا مراقبين دوليين قد وصلوا، هناك مركز كارتر اتصل بنا، هناك خبراء من الاتحاد الأوروبي أيضا، وهناك الأفارقة. كل هذه المجموعات حضرت وراقبت، وبعضها أصدر بيانات عن الموضوع. بالنسبة للمراقبة الوطنية، كانت هناك مراقبة يقوم بها منظمات مجتمع مدني فاعلة في هذا المجال، لكن هذه المجتمعات أيضا الرقابة الوطنية أهميتها أن نتعرف المشاكل المحلية وأساليب التزوير المعتمدة هنا، وبالتالي هي من هذه الناحية أكثر الكفاءة من المراقبة الدولية، لكن ينقص الإمكانيات، تنقص الخبرات، تنقص التكوين، ينقص التأهيل. ونحن في المرصد قمنا بعملية تكوين العديد من المراقبين الذين حاولوا أن يشاركوا معنا في هذه العملية في عملية الرقابة من أجل تجاوز ذلك النقص، رغم أننا نشتغل بإمكانيات ذاتية، لسنا كالآخرين الذين عقدوا شركات مع جهات دولية دعمتهم. نحن نعمل بإمكانيات ذاتية، بإمكانيات ذاتية، وهذه مناسبة أشكر للذين تطوعوا معنا للتكوين. هناك متطوعون تكونوا منا، تطوعوا لنا وقاموا بعملية التكوين، وهناك أيضا مراقبين تطوعوا وقبلوا أن يراقبوا بصفة تطوعية بدون أي استفادة. على ذكر المراقبة، كيف تقييمكم لحصيلة العملية الانتخابية؟ المراقبة بالنسبة للمرصد سيصدر بيان عن الموضوع، وحسب الشهادات كل المراقبين، نحن كان لدينا 60 مراقبا، 57 في الأراضي الوطنية وثلاثة في الخارج. عندما نجمع كل التقارير لهؤلاء المراقبين سنصدر بيانين يتعلق بموقفنا من هذه الانتخابات. بالنسبة لي شخصيا كنت مراقبا على مستوى نواكشوط، ويمكنني أن أقول بأني لم أشاهد أي خروقات تستحق الذكر. كانت العملية جرت بسلاسة، هناك بعض الأخطاء التي تحدث هناك، لكنها لا تلقى إلى مستوى أن تؤثر على النتائج أو تؤثر على العملية الانتخابية. كما تعلمون، مؤخرا استحدثت اللجنة المستقلة للانتخابات في هذه
هذه الانتخابات الرئاسية آليات جديدة من قبيل رقمنة العملية الانتخابية بدءا بالتسجيل على اللائحة الانتخابية وصولا إلى فرز النتائج. كيف تقيمون أنتم تطور الآلية الانتخابية؟ أعتقد أنه نحن عندما نتابع مسار الانتخابي في موريتانيا، انتخابات 2009، الانتخابات الرئاسية 2009، الانتخابات الرئاسية 2014، والانتخابات الرئاسية اليوم الأخير 2019، لا بد أن يكون هناك تطور وتحسن على مستوى الأداء، لأنه عندما لا يكون هناك تحسن ولا تطور معناه أننا نسير إلى الخلف. أعتقد بأن هناك تحسن حدث على مستوى اللجنة وعلى مستوى الناخب وعلى مستوى القطاع السياسي وعلى مستوى المترشحين، هناك تحسن ربما يكون دون ما كنا نطمح إليه، لكن على الأقل هناك تحسن، وأعتقد بأننا نسير في الاتجاه الصحيح ونتقدم يوما بعد يوم وانتخابات بعد انتخابات، ونرجو أن تستمر التقدم من حيث تحسين الأداء على مستوى كل المشاركين في العملية الانتخابية. عموما تقييمكم للعملية الانتخابية بشكل عام في هذه الرئاسيات؟ نحن بصفة كمرصد لا يمكن، أن لست مخولا أن أتحدث الآن باسم المرصد من قبل أن يخرج التقرير النهائي لهذا المرصد، لكن كانطباع شخصي أعتقد أن الانتخابات كانت مقبولة، كان شهدت نواقص، شهدت بعض الأخطاء، لكنها على العموم لم تؤثر على مستوى العملية الانتخابية برمتها. أنتم هنأتم المترشح محمد الغزواني على فوزه في الانتخابات، وقد اعتدنا منكم كمدون وككاتب كبير رسائل تبعثونها، رسائل مفتوحة للرؤساء، ما هي أول رسالة تبعثونها للرئيس المنتخب محمد الغزواني؟ صحيح، أنا كنت أدمن على الرسائل المفتوحة، وأعتقد أنها بدأت مع معاوية علي محمد فال سيد الشيخ عبد الله ومحمد عبد العزيز، وأعتقد بأني سأواصل هذا المشوار مع الرئيس الجديد محمد غزواني. الرسالة المفتوحة التي سأوجهها لها ستكون الأولى هو أن أذكره بما قال في إعلان ترشحه بأن يجب أن تكون يده مفتوحة للجميع كما قال، وأذكره أيضا بأنه صوته له 50% من الشعب الموريتاني، 50% لم تصوت له، أريده أن يطمئن 50% التي صوتت له بأن أخطأت بأنها لم تصوت له، هذا ما أطالبه به خلال في أول رسالة مفتوحة أوجهها له عبر استديوهاتكم طبعا من قبل أن أكتبها كما قالوا الأستاذ محمد جميل. شكرا جزيلا، في أمان الله.